السلام عليكم. هذا نداء موجه إلى كل صاحب نفوذ وقرار وسلطة ومسؤولية في الدولة العراقية. ما نريد لا خدمات ولا بنى تحتية. الدولار لا تنزلوه، خلوه معلق. حصة تموينية مو لازم، ما حد يموت من الجوع. صحيح كل اللي ذكرناه مطلوب وضروري، بس مو أولوية. الأولوية الأولى والثانية والثالثة هي إنقاذ شبابنا من آفة المخدرات. اليوم اطلعت على بحوث وإحصاءات صادمة. نسبة الشباب العراقي اللي يتعاطى الكريستال والصفر واحد والكاب تاكون ما أعرف شو اسمه والقبرصي والحبوب الوردية نسبة مرعبة، وهي في ارتفاع مضطرد، وما باقي غير كم سنة ونشوف نفسنا أمام جيل كامل، جيل كامل مكبسل وخدران وما يعرف ليلة من نهاره. كان هذا نداء اليوم. أما ملفنا لهذه الليلة فهو الصدر يمد سفرته والإطار يتبرع بالطبخ. بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء. هي هالشكل تنتهي الأمور بالعراق من 2005 ولحد الآن، خصوصا عند القوى السياسية المتصدية لتمثيل المكون الشيعي. تليفون رحماني يمهد لختام أكبر أزمة سياسية، ويبدو هذا اللي راح يصير بعد إعلان النتائج النهائية، بينما خطاب قوى الإطار التنسيقي بتصعيد ويهد وينثني، الأمور بالكواليس رايحة بغير اتجاه، لأنه إرادة الزعماء دائماً هي اللي تسير المراكب وتنفخ بأشرعتها. مقتدى الصدر يتصل بهادي العامري ومبادر بخطوة تذوب الجليد بين الطرفين، قايل له أبو حسن أنتم مدعوين على غدا بالحنانة بيت السيد الشهيد الصدر، نتغدى ونسولف. أبو حسن مرحب بالعزيمة وقايل له عزيمتك على العين وعلى الراس، بس شنو نجي للحنانة؟ بس ناكل ونرجع؟ زحمة من جمهورنا وشركائنا، الناس منتظرين نتائج عملية، مو مال لقاءات بدون نتيجة. أبو هاشم مجاوب بخدمتك، شنو تقترح حجي؟ قايل له دزلنا وفد من ثقاتك البغداد وخلنا نتفق على الخطوط العريضة، وإحنا من نجي للحنانة ننهي كل شي بخير وبركة. وبما أنه السيد صاحب خطوة دائما، فكان جوابه علي من هالوفد، عمي أنا بنفسي راح أجي لبغداد، اشتاقيت للإنقرة وياكم. بعدين ضاحكين وصار الاتفاق. إذن مقتدى الصدر اليوم أو باكر في بغداد، بينما على الطرف الآخر وانتو ده تسمعون التقرير، قوى الإطار التنسيقي مجتمع الآن لإعداد ورقة عمل استعداداً لاستقبال الصدر وطرحها عليه. ما عدنا تفاصيل هواية عن هاي الورقة، بس واحد من أهم بنودها هو عدم التجديد لأي من الرئاسات الثلاث، ومنريد نضرب تخت رمل بس نتوقع يصير اتفاق مبدئي على التالي: رئيس الوزراء القادم يتم التوافق عليه من الطرفين، وبقية الحصص سهلة تتقسم بمعادلات، وراح يتم مراعاة الأوزان الانتخابية مع عدم إهمال الأوزان السياسية بشكل نهائي. السيد ما يقصر ومعروف عنه صاحب مبادرات مو جديدة عليه، بس هالمرة غير شكل، لأنه هو الفايز وحركته هاي بيها فروسية،
ومجيئه لدار السلام ينحسب إله ويسجل له بدفتر حسناته. بالمقابل على قوى الإطار أن تقوم بمبادرة مقابلة، على الأقل أن تفتح الجسر المعلق ترحيبا بزائر بغداد، أو مثل ما قلنا بين المغرب والعشاء يفعل الله ما يشاء، بس عن طريق الزعماء والقادة طبعا، هم يفصلون وهم يلبسون. المهم نخلص سواء كان الغداء ببغداد أو بالحنانة، بالنتيجة بس هم اللي ياكلون. أرحب بكم مرة ثانية وأرحب كذلك بضيوفي لحلقة الليلة، عضو ائتلاف دولة القانون السيد بهاء النوري، حياك الله، وكذلك أستاذ الإعلام في جامعة أهل البيت دكتور غالب الدعمي، ومن لندن عبر سكايب مع الباحث في الشأن العراقي الدكتور صادق الركابي. إن شاء الله مو غلطان دكتور مو؟ لا تمام، أتسلم. زين دكتور من لندن لو من بيروت؟ من لندن. من لندن، ممتاز. أهلا بك دكتور صادق، حياك الله. أهلا بكم. أي خل أبدي ويا الأستاذ بهاء النوري وأقول يعني صيروا مثل هالرجال الأزلمة هذا. على الأقل ترحيبا مبادرته، الرجال هو متصل وطار وهو فايز، ها فتحونا جسر المعلق، بادرة حسنية، إشارة على أنه أهلا بيك سيد ورايحين للتوافق، جزاك الله ألف خير. ليش التأكيد والنفي ومظاهرات وبعدنا معترضين والمظاهرات ستستمر والاعتراضات ستستمر لحين إعادة الحق؟ بالبداية تحية لك ولضيوفك الكرام. طبعا تعرف احنا نتائج الانتخابات كانت مو مرضية، وكانت هناك حقوق مسلوبة، وكان هناك تزوير، ومع شديد الأسف يعني المفوضية ما أرجعت هذه الحقوق وما نظرت للطعون بشكل جيد، ورحلت النتائج إلى المحكمة الاتحادية. وطبعا اليوم قوى الإطار والقوى المعترضة على نتائج الانتخابات ما جاي الطالب بشي هو مو إلها، هي تريد مجرد إرجاع حقوقها، أصواتها اللي انسرقت، المشاكل اللي صارت بالانتخابات، النظر بالطعون، فكان هو هذا الغرض من كل العملية. فما قضية الأمر، قضية الأمر. لا هو أخو سيد الصدر مبادرة رغم كونه فايز، هو اللي اتصل، هو اللي عزم. نعم نعم، أنا بس إحنا عن نتائج جاي نتحدث، أقول النتائج لحد الآن ما منتهي الموضوع لحد هذه اللحظة، أكو طعون بالمحكمة الاتحادية، تقديم شكوى بالمحكمة الاتحادية، والمحكمة الاتحادية ربما تنظر، يعني كانت مطالب المعترضين هم يعني بالعدو الفرج اليدوي الشامل. أما بالنسبة للمبادرات طبعا احكينا باليوم إيه السيد، معلوماتك السيد وصل بغداد لو يوصل باكر؟ لا هو اللقاء سيكون مع قوى الإطار التنسيقي غدا بيت السيد العامري، يعني بيت السيد العامري، بيت السيد العامري، فيكون راح يكون هذا اللقاء كل قادة الإطار تعرف بما فيهم السيد المالكي. نعم السيد المالكي سيحضر هذا اللقاء دون مصالحة تسبق هذا الموضوع بين يعني جلسة خاصة مصالحة خاصة. استاذ احمد، اول مره مصلحة العراق فوق الجميع، زين. اليوم الكل يغلب المصلحة العامة، اضافة الى هذا ما عندنا خلافات شخصية مع اي مكون سياسي، السيد الصدر او غير المكونات، تيار صدر او غير المكونات. كانت هناك يعني اكو اختلاف في وجهات النظر هسه بإدارة الدولة، بس بالتالي ما عندنا خلافات شخصية، بالعكس احنا وتعرف سابقا الإطار التنسيقي الأخوة الصدريين كانوا جزء من الإطار التنسيقي، لحد ما انسحب السيد، يعني انطوا انسحاب من العملية الانتخابية فطلعوا من الإطار، بعد ما رجعوا ما رجعوا للإطار، فهم جزء مهم من الإطار. جيد جيد، إذن الآن تؤكد أنها مأدبة غداء. نعم. في منزل السيد العامري. نعم نعم. بحضور كل قادة الإطار بما فيهم السيد مقتدى الصدر. رأي السيد المالكي أقصد. كل قادة الإطار. إيه طبعًا قادة الإطار. السيد المالكي، السيد العامري، السيد طبعًا كل قادة الإطار راح يحضرون. كلهم موجودين. نعم نعم. وبوجود السيد الصدر. زين. صار لنا 40 يوم 50 يوم ندقين لكم يا بنت جماعه رايحين للتوافق لو شيء يصير، خبصتونا بالاغلبيه بالاغلبيه يا دكتور. المقدمه اللي قدمتها بالبدايه شكرا لك، تحيه لضيفيك ولقناتكم ولجمهور قناتكم الغلاب. هو في مقدمته كانت تشير الى ان هذا الحضور يعني عدم التجديد للرئاسات الثلاث، ربما هذا لا يحق الاغلبيه.
ربما هذا الشهر لا يحق للأغلبية. لا واحدة من المقترحات المطروحة عدم التجديد للرئاسات الثلاث. الاجتماع لا يعني أنه الاتفاق. بالمناسبة ضمن أطراف الإطار المطروحة. طبعاً هاي الفكرة مطروحة. الاتفاق اللقاء لا يعني الاتفاق، على الرغم من أننا كمراقبين نرحب بهكذا مبادرات، ولكن لا أتفق مع حكومة توافقية تستمر في. تتوقع أنه السيد الصدر رغم هاي المبادرة ورغم هذا خلنا نسميه الصلح مع الإطار وباشر متغدين سوى بيت حجي هاد العامري وبعدها مصر على الأغلبية؟ طبعاً. أعتقد يصر. أنا مع الأغلبية للإطار أو للتيار. يعني المهم أغلبية حتى تتحمل هذه الأغلبية، هذه الجهات تتحمل كل ما يصير بالشعب العراقي من ضرر. الإطار التنسيقي بعنوان الحالي بشخوصه هو حكم من حكومة الجعفري وصولاً إلى استلام السيد الكاظمي. ونحن نعرف المشهد كيف كان. وكيف العراقي أصبح؟ تقصد الإطار بضمن السيد مقتدى الصدر؟ نعم. هو اللي حكم 2005. لا أنا أتكلم عن رئاسة الوزراء. رئاسة الوزراء في العراق هي الحاكم وليس الوزراء. هي توافقية رئاسة الوزراء. الآن. عصر توافقي. لا هي سابقا هم توافقية. كل الحكومات السابقة توافقية بما فيهم السيد عادل عبد المهدي وحتى السيد الكاظمي جاءت أيضا توافقي، لكن أن تأتي حكومة توافقية السيد مقتدى الصدر لربما يريد من الإطار دعمه كأغلبية. دعمه باختيار رئيس وزراء، ولكن قد لا يخرج منهم باختيار رئيس وزراء لا يزعج الإطار. ممكن أن يكون السيد الصدر في هذا الاتجاه، إضافة إلى أن السيد مقتدى له عنده تفاهمات مع حزب تقدم، مع السيد الحلبوسي، وأيضا مع الديمقراطي الكردستاني، وهذا المسار يحقق أغلبية مريحة. مؤشر واضح. أولا المبادرة بدت منه، اثنين الاجتماع هذا مهم بعد 50 يوم من الأزمة، مهم جدا زين لتهدئة الوضع. هسه تريد تقنعني بعد هاي المبادرة راح يبقى متمسك السيد الصدر لن أشارك لو معارضة لو أسوي حكومة أغلبية وطنية؟ ممكن تكون حكومة الأغلبية. أنا لحد هذه اللحظة يعني أتوقع أن الحكومة الأغلبية التي ستكون، واللقاء يوم غد لا يعني نهاية كل شيء، على الرغم من يعني ارتياح شعبي كبير أن يلتقي هؤلاء الفرقاء. ارتياح شعبي كبير، ارتياح شعبي كبير لفوز منتخب الشباب بغرب آسيا أكثر من هذا الموضوع. أيوه. بكثير. ما له علاقة. خاف أنت الهجوم مبتسمة اليوم. ترى مو لأن بالمناسبة يمكن إذا نشوف شارع جديد افتتح في بغداد أو أي محافظة سعادتنا تكون أكثر من سعادة أي لقاء سياسي. زين خلينا نروح للدكتور صادق وأقول نقدر نقول الأزمة بدأت بالانفراج بس ما انفرجت، لأن الجماعة هم كل واحد راح حتى لو بدأت مفاوضات لتشكيل الترايكة الحكومية كلها بالنتيجة هم كل واحد راح يدب سقف عالي، بس تقدر نقول أنه أذابت الجليد هذه المبادرة؟ نعم. تحية لكم أستاذ أحمد وللضيوف المحترمين والمشاهدين الأعزاء. أنا بداية أشد على البيان أو النداء الذي وجهته في بداية الحلقة لمكافحة المخدرات، وأقول أن كل الحكومات التي حكمت العراق منذ 2003 مسؤولة عن هذه الكارثة التي أصابت الشعب العراقي والشباب العراقي تحديدا، وإلا لماذا لا نرى نفس هذه الكارثة في الدول المجاورة؟ لو كانت هذه المخدرات منتشرة بشكل كبير، المفروض أيضا هي منتشرة بين أوساط الشباب في تركيا وفي سوريا وفي إيران وفي السعودية والكويت. ليش إحنا بس بالعراق مبتلين بهذه الكارثة؟ لأن أصلا هناك أشخاص موجودين في أحزاب الفساد مسؤولين عن هذه الكارثة. هذا بس للبداية. الأمر الآخر أنه نحن بالفعل نتجه نحو انفراجه، لأن السيد الصدر عندما يدعو إلى الدعوة بداية ثم يأتي للاستجابة إلى بيت السيد هادي العامري، هو لن يكون مجرد قدوم للمصالحة، وإنما هو يعرف ويدرك أنه على الرغم من استمرار الإطار التنسيقي بالاعتراض على نتائج الانتخابات، إلا أن هناك محاولات من الإطار التنسيقي للحصول على ضمانات، وأنا أركز دائما على هذه الكلمة، على ضمانات من حكومة السيد الصدر المقبلة. أولا، وأعتقد هذه من ضمن المطالبات التي سوف تواجه السيد الصدر، وحدة البيت الشيعي، ويقصدون بهذا الأمر أن لا يكون هناك محاولات للالتفاف على الإطار التنسيقي من قبل السيد الصدر. ثانيا، أن تكون الحكومة توافقية،
أن يكون هناك تغليب لمصلحة البيت الشيعي أولاً قبل أن يكون هناك مصلحة للتيار الصدري. ثالثاً بقاء الحشد الشعبي، وهنا يريدون الحصول على ضمانات لبعض الفصائل التي يسميها دائماً أو يشير إليها السيد الصدر بأنها مثلاً خرجت عن إطار القائد العام للقوات المسلحة، وأنها مثلاً يعني يشبهها بالقذرة في بعض الأحيان. المشكلة هي هاي التفاصيل، يعني هاي التفاصيل قد يعني تعيد الأزمة إلى المربع الأول. يعني لا بالعكس أستاذ أحمد، الآن هم عندما يطرحون هذه الاستفسارات للسيد الصدر مباشرة قبل إعلان المحكمة الاتحادية لقرارها، هم يضعون السيد الصدر أمام قدرته على المناورة السياسية. يضعون السيد الصدر أمام جمهوره، أمام تعهداته. ولكن لا تنسى السيد الصدر الآن لا يمكنه أن يتخلى عن مكسبه الانتخابي ويذهب إلى حائط مسدود. يريد السيد الصدر أن تسير العملية السياسية، وأعتقد أنه سوف يعطي الكثير للإطار التنسيقي للحصول على الحكومة التوافقية التي يرأسها رئيس وزراء صدري ليس هو السيد الكاظمي. صدري قح، يعني صدري قح. يا رجال جايكم مترهي. أو أكو شغلة ثانية قبل ما مترهي لولا، معقولة يعني تدخل بمخي انه القضية صارت بسيد الصدر وحده ايش اقتنع انه يجي لبغداد؟ منو؟ ايران لو النجف قالت لكم فضوها؟ بكل صدق طبعا تغلبت المصلحة العامة على المصالح الاخرى، هذا الشيء اساسي. واليوم حفظ وحدة البلاد وفتح الحوارات، طبعا في الاطار التنسيقي فاتحين حوارات مع كل الاطراف العملية السياسية وكل مكوناتها بغض النظر عن كل شيء، يعني ما عندنا خلافات ويا أحد ويا أي مكون أو أي جهة سياسية. فاليوم الحوار هو مفتوح. إضافة إلى هذا، تعرف مثل ما أشرنا بالبداية، التيار الصدري هم جزء من الإطار التنسيقي من البيت الشيعي. من الوسيط اللي دخل الوسيط؟ لا تقول لي بلا المبادئ، ما أعرف. أنا ما أعرف. أنا ما أعرف. لا. بس السيد العامري، بس هو اللقاء راح يكون بيت السيد العامري. فأعتقد قضية هسه هي مو بقضية الوسيط اللي توسط، واللي ربما ما يكون وسيط، ربما يكون السيد العامري هو أكو اتفاقات بعدين، أكو قلنا مصلحة عامة. بالتالي إحنا مقبلين، يعني تعرف الأزمات اللي يعيش بها العراق الآن. التليفون جاي من السيد مقتدى الصدر، يعني المبادرة لا تحسبوها للإطار. هسه هي لا خاف تحسبوها للإطار للسيد العام. لا احنا ما نحسبها. المبادرة جاية من السيد مقتدى الصدر. أستاذ أحمد، هو اللي متصل. هسه ماكو مشكلة، السيد الصدر اتصل، السيد العامري اتصل، بالتالي لازم يصير جلوس على طاولة ويصير حوارات بين البيت الشيعي. لا مو ليش بدي اقول لك، ليش سالت على اللي دفعكم بهالاتجاه، اللي خلى سؤال منو هذا خلف الكواليس اللي دفع هسه كل جزء الاطار؟ لو السيد هذا العامري متصل، انا اقول لك ايران متدخله. بس بما انه السيد الصدر متصل، فاكو جهه اخرى متصله. هسه انا ما اعرف الجهه المتصله، بس انا اللي اشوفه بكل الاحوال هي المبادره، ان كانت من الاطار او كانت من السيد الصدر، هي مبادره جيده من اجل الجلوس والحوار بكثير من الأمور المهمة. من أجل أن يحظى السيد المالكي بمنصب نائب رئيس الجمهورية؟ لا، هذا الكلام بعيد. أول مرة ما راح يتطرق على من هو رئيس الوزراء. اليوم إحنا عندنا مشاكل في نتائج الانتخابات تطرح هذه المشاكل، وهناك الكثير من المشاكل سوف تطرح في هذا اللقاء. هسه بالضبط الملفات اللي تطرح ما أعرف بالضبط، لكن راح تطلع جميع المشاكل راح تطرح هاي، وراح هناك يصير حوار بين السيد الصدر وبين قادة الإطار التنسيقي من أجل أن يخرجون برؤية موحدة باتفاق سياسي. بالتالي الحوارات مع الكتل السياسية إحنا نعرف لابد الذهاب باتجاه حكومة التوافق. أي من تطرحون، إشكالياتكم على انتخابات ونتائجها مو لأجل تصحيحها وتغييرها، بل لأجل استبدالها بمكاسب سياسية ومناصب سياسية. لا أبدا، أو بالتعهدات اللي أشار لها دكتور صالح. أستاذ أحمد، إحنا لو نريد مكاسب سياسية، مكاسب سياسية هذا أمر آخر. إنما الجمهور اللي طلع واللي الآن المظاهرات اللي تحكي عليها، هذول هؤلاء حقوقهم انوخذت بطريقة
طبعا علنيه، وشفت الوضع الانتخابي اللي صار يوم الانتخابات، فهاي المظاهرات ارجاع حقوق، ولحد الان هي ما منتهيه القضيه لحد هذه اللحظه، المظاهرات موجوده. الحد مضمنون، الحد مضمنون. لا لا، ولا الحد ما نضمن، احنا نريد حل. احنا منتظرين المحكمه الاتحاديه شنو رايها بالانتخابات، تعيد عد وفرز شامل، نذهب العدو الفرز الشامل، تعيد لا المنتهت. لا لا، لحد الان اكو شكاوى بالمحكمه الاتحاديه، وهاي الشكاوى متابعه، لكن بنفس الوقت ما يمنع ان يكون هناك حوارات مع الاطراف الشيعيه من اجل لملمه البيت الشيعي والخروج بمخرجات. بالتالي الجمهور، جمهورنا جاي يباوع، ان كان جمهور الكتله الصدريه او كان جمهور الاطار التنسيقي او الشعب بشكل عام يباوع. شو وقت هاي الحكومه تقدر تجينا حكومه، يجينا رئيس وزراء قوي يقدر يخلص الشعب العراقي من هذه المشاكل اللي موجوده. فاعتقد اللقاءات مهمه والحوارات مفتوحه مع الجميع، ولقاء السيد الصدر بالاطار التنسيقي هذا فشيء مهم، ايا كان المبادر، ان كان الاطار التنسيقي او السيد الصدر، فهو لقاء مهم، وسيكون لهذا اللقاء معطيات. مو بس لقاء معطيات، لقاء اهم من المهم. نعم. دكتور غالب، اهم من المهم، ودليل على انه السيد الصدر وصل الى طريق مسدود فيما يخص قدرته على تشكيل اغلبيه وطنيه وترك طرف مثل الاطار خارج هذه الحكومه، نتيجه استسلم لواقع سياسي احنا عايشين ما بامكانه لا الكرد يمضون معه لا السنه يمضون معه، واكو ضغوط اخرى عليه، استسلم لهذه الضغوط، قال عمي جايكم انا. قبل الاجابه في تعليق فضل قصير. المحكمه الاتحاديه ستصادق على النتائج في 3 أيام وفق القانون، اما الدعاوى ستنظرها في 6 أشهر 7. زين. الحكومه بشكل منتهي القصه. زين. السيد الصدر اقل ربح سيحصل عليه هو قد يزيد الفارق او الفوارق او عدم الانسجام بين اطراف الاطار التنسيقي اللي هو اصلا غير منسجم. السيد هادي العامري اقرب للسيد الصدر من ائتلاف القانون، ونحن نعرف ذلك جيدا في حكومه 2018. فمجيء سيد مقتدى يوم غدا وطرح افكاره الاخرى سيجد من يؤيدها ومن يرفضها. وبالتالي هنا الفائده الاولى للسيد، وعلى اساس الجماعه يعني عذرا على اساس الجماعه قليل ينشر يعني ما راح قائمه طويله من المطالب وكذا يخلوها قدامه. تمام. زين. تمام، غير منسجمين هم اصلا، غير منسجمين الاطار التنسيقي، غير منسجمين في كل تفاصيلهم، حتى هناك منافسه على الزعامه. تلك امنياتكم، شنو غير منسجمين عمي؟ البارحه رسميا 82 مقعد عندهم رسميا. أكثر. لا البارحه ده. لا اكثر. اي من غير الائتلاف الشيعي، من الائتلاف الشيعي لهم الشيعه ايش قلت هم 180 صار هاي المره. سيف زين. ثلاثه المستقلين شلون دورون دورون اغلبيه وطنيه وتصرون على ائتلاف شيعي ودورون اغلبيه وطنيه؟ انا اتكلم لك مراقب استاذ في الاعلام، ولا اتكلم لك بعنوان كما تحاول. لا المدافعين على الاغلبيه. لا انا دافع عن، اقول لك ترى ليس فقط انا، كلنا صدريون والا بننتمي. اقول لك داعية مستمع، لكن بشكل او باخر الاغلبيه رغبه الناس الها. والسيد مرتضى الصدري يوافق في حكومه اغلبيه، اذا وافق الاطار على ان يكون المرشح صدري يطرح كما قال السيد الدكتور صادق الركابي. ولكن لن يوافق بغير هذا، بحيث اذا لا اخذها مني، اخذها مني رئيس وزراء توافقي. ليس سهلا توافقي. لا يوجد شخص ينسجم عليه السيد الصدر والسيد المالكي، لا يوجد شخص بالعالم، اعتقد ما زال غير مخلوق، ما زال في رحم امه. الشخص الذي رئيس الوزراء الذي يتفق عليه السيد نور المالكي والسيد مقتدى الصدر ما زال في رحم امه. تتوقعي؟ لا طبعا ماكو كلام. ما مو منطق يعني. ليش؟ من صار التوافق وصار الحديث بعد ماكو شيء، ماكو شيء مستحيل بالسياسه. نعم لا يوجد مستحيل، ولكن في هذه القضية، في هذه لا جزم في هذه القضية، في هذه القصة مستحيل، في هذه القصة أعتقد هناك لا مو نقطة مهمة أنا أعلق عليها. رئيس هناك بون شاسع. لا علق لي عليها قبل ما أروح للدكتور صادق، يعني الحديث الآن على رئيس وزراء توافقي. بالنسبة للإطار التنسيقي متماسك، والأخوة بدر بال 2014 كانوا جزء من دولة القانون بالانتخابات. فعملية عدم التوافق بين بدر أو الفتح مع دولة القانون هذا كلام غير صحيح وغير دقيق. أضاف إلى هذا رئيس وزراء
توافقي، لازم يكون توافقي، ولازم يمر عبر الإطار التنسيقي ويصير عليه توافق. لهم الإطار التنسيقي قوة سياسية عدد مو أقل من 90 مرشح فائز الآن في الإطار التنسيقي. أنت ما تقدر تمشي بدون الإطار التنسيقي، يعني أكثر من 90 نائب هناك مستقلين معنا. لو تسمح دكتور على الحساب هذا تسمح، أكو هناك حتى الأطراف الكردية والسنية ما تمشي مع طرف واحد وتوقعوا في الاطراف الاخرى. بالتالي هاي قوى سياسيه، الاطار التنسيقي قوى سياسيه موجوده بالواقع، اضافه الى جمهور موجود بالشارع، والان الجمهور يطالب باستحقاقاته الانتخابيه. اما مساله توافق السيد الصدر على رئيس وزراء، صارت توافقات عديده. تجزم بامر انت تقول مستحيل يصير، لا انا ما اقول لك ماكو شيء مستحيل. اليوم قوى الاطار التنسيقي، قوى الإطار التنسيقي مجتمعة برأي واحد، وربما غدا سيكون السيد الصدر، والسيد الصدر كان جزء من الإطار التنسيقي، مو بعيد عن الإطار التنسيقي ولا ما يغلق الإطار التنسيقي. خلوني لم يكن هناك توافق عليه بشكل كامل. الفتح السيد قيس الخزعلي لم يقبل بالكاظمي، والسيد المالكي لم يقبل بالكاظمي، والسيد المالكي لم يقبل بالسيد عادل عبد المهدي. أين التوافق إذن؟ توافق جزئي. أنا أتكلم عن توافق ولا أتكلم عن جزئيات. شيل عن باكر، عوف تجربتي الماضية. السيد صدر غدا سيخرج بنتيجة، أما يحصل على رئيس وزراء صدري بتوافق أو أنه سيعمق عدم الانسجام بين السيد هذا العامل وباقي الأطراف. شو رأيك دكتور صادق؟ يعني يجب أن نحدد نحن المصطلحات. يعني مثلا نحن نتكلم عن حكومة توافقية أو عن رئيس وزراء توافقي، هذا هنا فرق. يعني رئيس الوزراء التوافقي معناها أن لو هذا تم، معناها أنه السيد الصدر اللي هو يعتبر نفسه رابح يعني قدم تنازل، لأنه الرئيس الوزراء التوافقي يعني يخشاه الجميع، لأنه لا يقدم ضمانات مثلا للسيد الصدر التي يرغبها، ولا يقدم ضمانات للأطراف في الإطار التنسيقي. ولذلك أنت الآن احنا ليش ما نحكي، لا عفوا، احنا ليش ما نحكيها بصراحة؟ المفاوضات ستكون من هو رئيس الوزراء، من هو مدير مكتبه، من هو الأمين العام لمجلس الوزراء، من هو النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الوزارات السيادية للشيعة اللي راح تصير، عدد الوزارات الخدمية الأخرى شلون نقسمها بين أطرافنا. أستاذ أحمد، هذا لاحقاً جيد، هي هاي التفاصيل أقصدها. لا غدا سوف يتم، إذا كان هناك اتفاق بين الأطراف سوف يتم تحديد الخطوط العامة. زين. الخطوط العامة اللي هي تضمن وحدة البيت الشيعي، وهذه جدا مهمة للأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات، وهذه تضمن استمرار العملية السياسية. ومن هذا الباب هم اعترضوا على نتائج الانتخابات، وإلا أنا أعطيك دليل أنه ليش هم خايفين على وحدة البيت الشيعي واعترضوا على نتائج الانتخابات، لأنهم الآن يحتجون على حل مجلس النواب بعد أن مضوا في العملية الانتخابية، والآن يحتجون على المرسوم الجمهوري. معناها هم اعتراضهم ليس لذهاب الأصوات، وإنما لخشيتهم من أن يكون هناك استهداف لفصائل المقاومة. هذه هي المعضلة. السيد الصدر إذا نجح في تقديم ضمانات سوف يكون هناك رئيس وزراء صدري يكفل تحقيق هذه الضمانات. أما إذا كان هناك حكومة أو رئيس وزراء توافقي، صدقني هذا لا يعطي الضمانات الكافية، وهذا يجعل موضع الشك بين كل الأطراف. العكس، هم جماعة الإطار يدورون توافقي، رئيس وزراء توافقي يضمن لهم، قائد عام القوات المسلحة يضمن لهم ما تفضلت به، ولكن هذا لا يضمن للتيار الصدري ما يريده. أها زين، أقدر أعرف التيار الصدري يريد رئيس وزراء صدري. أعتقد يعني من اللي يتابع أداء الكتلة الصدرية نازل، مو عنده، مو شرط مهم أن يكون تيار صدري قح. زين، شنو الضمانات اللي يقدموها للسيد الصدر إذا كان رئيس وزراء توافقي؟ أيضا السيد الصدر لديه بعض الأوراق يريد أن يعرف ما هي وجهة نظر إطار التنسيقي تجاهها،
مثلا السيد الصدر لا يريد أن يكون هناك فصائل تدعي انتماءها للمقاومة وتحمل السلاح وتقلل من نفوذه العسكري. السيد الصدر لا يريد أن يخسر بعض الوزارات السيادية في حال كان هناك رئيس وزراء توافقي. السيد الصدر لا يريد أن يكون هناك استمرار مثلا لعمليات فساد تعطي بعض القوى والأطراف قوة مالية ونفوذ عسكري. هذه كلها يريدها ضمانات السيد الصدر. في حال جاء رئيس وزراء توافقي ما هي الضمانات؟ زين، شنو الخطوط العريضة باكر راح تشوف بيها السيد؟ والسيد جاي مترهبين بناء على حديث الدكتور صادق. جاي بسقف عالي. يعني احنا لحد الان ما نعرف شنو اللي راح يدور في الاجتماع، هاي كلها تحليلات. بالتالي اكو قضايا مهمة ورئيسية راح تنطرح. أول مرة لملمة البيت الشيعي شيء مهم. عند كل القوى الشيعية. أضافة إلى هذا، هذا اللقاء هو لقاء مهم. تنطرح به الأولويات المهمة. الأولويات شنو؟ مثلا تنطرح به كيف نخرج من أزمة الانتخابات ونتائج الانتخابات. أضافة إلى هذا تحدث الدكتور عن الحشد الشعبي. الحشد الشعبي مؤسسة حكومية ما يحتاج يتحدث بها أحد. هاي مؤسسة حكومية تابعة لرئيس الوزراء، مرتبطة برئاسة الوزراء. لا، نزع السلاح حتى لو كان تحت عنوان المقاومة. احنا اليوم ما عندنا سلاح غير سلاح الحشد الشعبي حتى لو كان تحت عنوان المقاومة. طبعا شو الموضوع؟ لا لا، توقع السيد يعني يتنازل عن هذا الشرط باكر؟ لا لا، هو سنقول راح نطرح هذا الشرط. بنقول من الفصائل تسمى هذه الفصائل، واذا كانت اسلحة كل احنا نريد القانون يعم والسلاح يخرج من الشارع العراقي، وهذا فد شيء جيد. هسه كل القوى السياسية تريد هذا الموضوع اذا كان اكو سلاح. طبعا اذا كان اكو سلاح فاعتقد، لكن اكو اشارات. يعني اليوم الناس مفتهمه قضيه بان هذا السلاح هو سلاح الحشد الشعبي اللي بالشارع. هذا الحشد الشعبي، الحديث على الحشد الشعبي هذا بحث اخر. الحديث على الحشد الشعبي مؤسسه حكوميه، ما ممكن. يعني هاي من ضمن قضيه رئيس الوزراء. رئيس الوزراء يمر عن طريق الكتل، يعني تعرف حصه المكون الشيعي. فلازم يمر عن طريق المكون الشيعي ويصير توافق عليه. هسه رئيس وزراء ما راح يشترط بأن يكون هذا رئيس وزراء صدري، رئيس وزراء مصدري، رئيس وزراء. بالتالي رئيس الوزراء القادم يتوافق عليه القوى السياسية الشيعية. الآلية نفسها راح تبقى، يعني الإطار قبل ما يسحب لنا التيار الصدري. نعم. ومن كان بالأزمة مع المظاهرات تشرين وغيره، وسيد عادل علي المهدي واختيار مكلفين واختيار السيد مصطفى الكاظم، كان اكو إطار. نعم. اجتمع. صح. حسب معلوماتي كان 7 وكان بالإجماع مو بالتصويت. سيد المالكي رادي يغيرها يسويها بالأغلبية. 7 رادي يسويها. إذا واحد يحصل أي اسم يجيب 4 من 7 هو يعبر. نعم. الآلية هاي راح يتم مناقشتها باكر لو إلا إجماع. إجماع شيعي بالتوافق. إجماع. يمشي رئيس وزراء. إذن إجماع. إجماع شيعي يمشي بالتوافق، وكذلك الحكومة راح تمشي بهذا الاتجاه. لأن اليوم قوى الإطار التنسيقي، ما تقدر، يعني ماكو جهة سياسية شيعية تذهب عن جهة أخرى، تمشي بتشكيل حكومة خلافاً لجهة سياسية شيعية ثانية. فهذا راح يصير مشاكل. ممكن توافق جزئي يصير. شلون توافق جزئي؟ يعني ما عندنا توافق جزئي. ترى ما صار عندنا سابقاً توافق جزئي. شنو التوافق الجزئي؟ لا صار توافق جزئي. لا لا ما صار. أنا أقول لك هسه، في زمن السيد عادل عبد المهدي والسيد الكاظمي، صحيح اكو كان تحفظات على دوله القانون، بس ما منعت، ما صوتت، بس ما قالت ما اريده. يعني لا هذا بالتالي انت من تريد تحترض. انت من تريد تحترض، مثلا انا اقول هذا رئيس الوزراء انا اعترض عنه، مثل ما اعترضنا على محمد توفيق علاوي. هاي اعترضنا عليه وعطلنا وما خلينا نتشكل حكومه، ما اقدر. من مثل ما اعترضنا على عدنان الزرفي، لان تتكلم اي واحد. انت اي واحد تعترضون عليه الا السيد المالكي تقدمون؟ اي واحد تقدم. لا لا، احنا ما معترضين على احد. شلون بعدين احنا نريد رئيس وزراء؟ يعني يفترض استاذ احمد يفترض رئيس الوزراء القادم، رئيس الوزراء القادم لازم توجد به عده مواصفات. هذا توضع المواصفات عن طريق الاطار الشيعي، الاطار التنسيقي مع الاخوه الصدرين. اذا صار اتفاق توضع هذه المواصفات برئيس الوزراء القادم من اجل ان يذهب يكون هذا رئيس الوزراء. يقدر أخشى ما أخشى يقدر انه دوله القانون تعترض على اي اسم يقدم السيد مقتدى الصدر. احنا ما نعترض. يعني باكر السيد مقتدى الصدر يقدم مثلا اسم محمد الشاعر السوداني، تحياتنا للاستاذ محمد، تقولون لا
نعترض. لا 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 احنا ما نعترض. احنا لا استاذ احمد احنا بالنسبه لنا كدوله قانون جزء من الاطار التنسيقي، وكلمه الاطار التنسيقي هي كلمه واحده، فراح نمشي بالتوافق. اضافه الى هذا انت اشرت، طبعا احنا نحتز بالسيد المالكي، ما اجى رئيس وزراء افضل من السيد المالكي لحتى هذه اللحظه. لا طريقه دوله القانون جمهوري يقول لا مو جمهور دوله القانون كان على المستوى الامني، على مستوى الخدمات، على الاقتصاد، على تشبيه الشارع العراقي. الرجال جاي من الحنانه لبغداد. فاقول لا تستفز هذا الكلام، انا ما استفز. لا انا ما استفز، بس انا اقول عفوا دكتور، بس انا اقول بس العفو، الموصل سقطت ايام السيد نوري المالكي، شلون افضل رئيس؟ كانت هذا كانت مؤامره دوليه. هذا مو نقاشنا، رجع. لا هذا مو نقاشنا، هذا فاللي اريد اقوله المبادره جيده، وان شاء الله غدا ستطرح هذه الملفات المهمه من رئيس وزراء، من جمع البيت الشيعي، من اتفاق على رؤية واحدة، وإن شاء الله يصير اتفاق من أجل أن تمشي العملية السياسية. يعني بالتالي اليوم يعني الإطار التنسيقي يعني مجرد لقاء لإدارة الجليد راح يصير به حكي بالعمق؟ أكيد يصير حكي، يعني هو بعد هو لقاء وسيد الصدر حاضر هذا المجال وقادة الإطار التنسيقي موجودين، لازم يكون هناك يعني حديث جيد، اتفاق على أطر عامة، وبعدين كل واحد يحدد خلينا نقول وفد التفاوضي منه. زين الجماعه هنا عندهم ما شاء الله سيد حسن السنين، سيد احمد الاسدي، سيد سامي البسعودي موجودين زين. وهنا جماعه ما شاء الله جماعه التيار الصدري ايضا عندهم سيد وليد الكريماوي وغيره وبقيه الاسماء الاخرى. الخشيه انه كل هاي المبادره تنتهي بالتفاصيل عندما ندخل بالتفاصيل. ما الذي يرضي السيد مقتدى الصدر ووفد التفاوضي؟ قبل كل شيء ملاحظة صغيرة، سيد مقتدى الصدر لا يريد أن يحل الحيد الشعبي، بل يريد أن يطبق المادة 5 من الحيد الشعبي اللي تنص قانون الحيد الشعبي اللي صوت عليه البرلمان اللي تنص على فصل الحيد الشعبي عن الفصائل، ويريد تسليم سلاح الفصائل. هذا قالها في المؤتمر ولم أتي بها، ودائما تسمع حضرتك وهذا أيه. في سؤالك سيد مقتدى الصدر إذا تم التطرق غدا إلى رئيس الوزراء لن يطرح رئيس الوزراء الذي في باله، لن يطرح رئيس، لأنه من باله؟ كون نسأل السيد سمحت السيد إذا فتح الباب المعلق، بس هو راح يجي على القادسية بالمناسبة. السيد من بالك؟ راح يجي على ما يطب الخضراء. لا السيد مقتدى الصدر يطب الخضراء؟ لا مستحيل، بيت هذا العامر معروف بالخضراء، خارج عنده هواي بيوت السيد هذا العامري، هواي مقرات خافز على الحج. اي اكو بيت داخل الخضراء وبيت خارج الخضراء. على كل حال السيد دخل الخضراء سابقا، دخل الخضراء معترضا، قمت انا دافع عن السيد. لا 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 راح اقول عليك عضو التيار الصدري، ها اي هاي التهمه اللي توجهها لبعض الناس حضرتك. اي فالسيد مقتدى الصدر غدا لن يطرح رئيس الوزراء الذي يريده، ولكنه اكيد سيرجع وبجعبته غير فارغه، جعبته غدا غير فارغه. اولا الرساله الاولى للناس انه انا ليس اول متراجع دكتور غالب. نعم اول متراجع، هو اللي نزل من السقف العالي، اسمح لي هو اللي جاي. لا 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 وجماعه مو سهلين، اسمح لي جماعه، يقول لك احمد يخلق فتنه وكذا. جماعه مو سهلين صحيح، ولا السيد سهل. اسمح لي، اللي ياخذ 73 صوت من 95 مرشح، والجماعه يرشحون 1000 واحد وياخذون 56 طبعا 52 صوت او 58، تتوقع على الرغم انه تاكيدها 56 مقعدا عدل المؤتلفين، تتوقع سهل؟ ليس سهل، مو سهل. زين غدا سياتي وسيرجع وجعبته مملوءه بما بشنو؟ بعض ما يريد. شنو كم وزاره؟ النقطه الاولى كم وزاره؟ لا هسه انت نحكي على الوزارات، اذا نحكي على الوزارات الاخوان خلي يتظاهرون ويطلعوننا كل بدون استثناء. زين يتظاهرون على الخدمات وبناء بغداد وبناء مدننا وتوفير الكهرباء، مو يتظاهرون الا على مود مقاعد ونواب. اعطيني مواصفات ويجنب. رئيس الوزراء الذي يقنع السيد مقتدى. شوف شو المواصفات هذا؟ السيد مقتدى الصدر انا بتقديري يسعى لتشكيل حكومه شبيهه بحكومه الاخوان في تركيا اللي نقلت تركيا في عام 82 وجعلت تركيا مثال حضاري واسع. كانت اسطنبول مثل مدينه الصدر او اسوء، والان اسطنبول ممكن نشوفها. السيد مقتدى الصدر اخر تجربه اسلاميه تحسب ومن اللي جاءوا بعد 2003، اذا نجحت هذه التجربه بدعم الشركاء من يفكر بالبيت الشيعي
ستنجح وتستمر هذه التجربة إلى سنوات أخرى. وإذا فشلت بفضل الفرقاء كما فشل الذين قبله بسبب الفرقاء. أقتنع بهذا الكلام لو بقى السيد الصدر مصرا على موقفه أنه أنا لو أسوي حكومة أغلبية وطنية لو أروح معارضة هذا خلاص أمور رايحة للتوافق. هذا منو عندك اسم يا سيد؟ هذا اسمنا، هذا اسمك، هذا رئيس وزراء. احنا كلام الدكتور صادق الركابي تقسيم كعكه وخلاص كنا نروح. هناك فارق بين الرئيس يتوافق عليه الكل وبين حكومه توافق، هذا هناك فرق. ممكن السيد ان يرشح شخص ويتوافقون عليه، ولكن ليس بالضروره حكومته ان تكون من كل الاطياف الشيعيه، من كل الفعاليات الشيعيه، ربما تختصر. ولكن زيارة السيد مقتدى الصدر أنا بتقديري كمراقب أراها ذكية جدا، لن ستحقق رسالة شعبية. الناس تعتقد السيد مقتدى الصدر يشتغل بالقصبوصة، الآن قام يشتغل عدل طريقة ذكية جدا. غدا سيخرج وكما ذكرت لك وهو سيؤثر تأثيرا فعليا على الأطراف التنسيقية في الإطار التنسيقي. اثنين سيقرب تشكيل الحكومة. ثلاثة قد يسهم في إنهاء التظاهرات. أربعة قد يحسم الجدل في قضية الاعتراضات على قصة الانتخابات المزورة التي لا أؤمن بها مطلقا، لربما هي الأفضل بين سابقاتها دوليا محليا عربيا. لذا فإن زيارة السيد مقتدى الصدر ليس فارغة، وهي ذكية وليس تنازلا، بالعكس إنها جزء من السياسة. هو دخل بالسياسة، نعم هو رجل دين ولكن الآن يحسب على السياسة. واضح. خليني أروح للدكتور صادق وأقول يعني من 50 يوم ملتهين إعلام وسياسة، ملتهين بالأزمة داخل القوى السياسية الممثلة للمكون الشيعي، مو المكون يعني مو المكون كله. لكن من يومين وجاي وخاصة بعد خطوة اليوم مال السيد والاجتماع باكر، الآن أصبح من المهم التواصل المباشر مع الأطراف الممثلة للمكونات الأخرى، مع السنة ومع الكرد، لدعم موقف أي جهة أو أي طرف من الأطراف الشيعة. دكتور صادق أحسنت أستاذ أحمد، هذه نقطة جدا مهمة. هذا اللقاء الذي سوف يجري يوم غد هو آخر الأوراق التي سوف يقدمها السيد الصدر أو المحاولات منه لإعطاء أوراق للإطار التنسيقي. بعدها لن يكون هناك مزيد من اللقاءات، لأنه في حال خرج السيد الصدر من لقاء الغد خالي الوفاض أو من دون أن يحقق أي نتائج سوف يتوجه إلى المكونات الأخرى، وهذه نقطة جدا مهمة. السيد الصدر أيضا نقطة مهمة يجب أن نعرفها، أنه دائما كان يقود ركب يعني بشكل غير مباشر خارج إطار تشرين، كان يقود ركب المعارضة. السيد الصدر الآن سوف يدخل في الحكومة يعني كرئيس للحكومة، أو يعني هو يعين شخص رئيس للحكومة. لا يريد السيد الصدر أن تكون لهذه الحكومة التي سوف تسمى برئاسة وزراء صدرية أن تكون حكومة فاشلة وبالتالي تنسب إلى السيد الصدر الفشل. لذلك هو يريد أن يضع الخطوط العريضة، المبادئ التي تضمن نجاح حكومته. ومن هذا الباب هو لن يطرح شروط فقط، وإنما سوف يقدم أيضا بعض التنازلات. هذه التنازلات قد تقنع غدا الفصائل الموجودة أو الأطراف الموجودة، وقد لا تقنعهم. في حال عدم اقتناعهم سوف خلينا بصورة هذه التنازلات من وجهة نظرك، شنو طبيعة التنازلات اللي قدمها الصدر باشا؟ يعني أنا اعتقادي أن السيد الصدر لن يصر على شغلة الفصائل داخل الحشد الشعبي، سوف يغض النظر عنها. لن يصر مثلا على بعض الأمور المتعلقة بالوزارات السيادية لبعض الأطراف أن يحتكرها لنفسه. سوف يعطي بعض التنازلات من هذا المبدأ، شريطة أن يضمن أن تكون حكومة رئيس الوزراء الصدري حكومة إعمار، لأنه وعد قاعدته الشعبية بأن يكون هناك إعمار لمدينة الصدر، إنقاذ للفقراء، وبالتالي هو لا يريد أن يطلع بمظهر الفاشل أمام قاعدته الشعبية، وإلا سوف تكون هذه السنوات الأربع برئاسته سنوات نهاية التيار الصدري في حال فشله. هو بحالة أنه تنازل عن هاي النقاط وبالنتيجة ما راح ينجح.
لا بالعكس، هو تقديمه لهذه التنازلات مع ضمانات من الأطراف الأخرى سوف يضمن استمرار عملية سياسية سلسة تحقق لرئيس الوزراء الصدري ما يريده من إنجاز مشاريع عفوا. شنو رأيك باللي يقول عملية. شنو رأيك باللي يقول إنه السيد الصدر من طرح رئيس وزراء صدري قح طرح أولا شعار انتخابي، اثنين بداخله ما يريده لأن ما يريد يتحمل هالمسؤولية مثل ما تفضلت، وسيقبل بشخص توافقي ما ينحسب عليه مثل ما تفضلت، وربما شخص يميل أكثر ميال يعني ماخذ صبغة الإطار أكثر من صبغة التيار الصدري حتى ما يتحمل مسؤولية. أستاذ أحمد، لو كان السيد الصدر موافق على رئيس وزراء توافقي ما كنا وصلنا إلى هاي النتيجة. السيد الصدر يريد رئيس وزراء صدري يعتبره إنجاز انتخابي، لأنه ما هو المبرر من وجود الرئيس الوزراء التوافقي الذي قد يتعطل أي مشروع يريده في حال اعترضت الأطراف الأخرى؟ هو يريد أن يضمن أن تستمر الحكومة المقبلة بسلاسة وسهولة غير الحكومات السابقة. واضح. عندكم اعتراض على رئيس وزراء صدر القح بالإطار؟ طبعاً. بينتوا موقفكم بالبداية أول ما انطرح الموضوع، قلتوا ماكو مانع. لا هو شوف قضية رئيس الوزراء يطرح بالبداية طبعا ما راح تنطرح أسماء، حتى باللقاء مال باكر ما راح تنطرح مواصفات. تنطرح مواصفات رئيس الوزراء وتطرح هذه الأسماء وتناقش، ربما يطرح عدة أسماء أو أسماء كثيرة، ما نقول واحد واثنين، جزء عشرة أو أكثر من هيك اسم يطرح. لا ثلاثة راح يطرح. فبالتالي لا ماكو بثلاثة. ثلاثة لحد الآن الحديث عن اسم رئيس الوزراء هذا امر مبكر. باكر دا اقول لك، بس من تنطرح من تخلي المواصفات مواصفات رئيس الوزراء من تجي تخلي مواصفات رئيس الوزراء تصير خطوط على شنو شكل رئيس الوزراء، شنو وضع رئيس الوزراء، ايش راح يقدر يقدم رئيس. اليوم كل احنا نريد حكومه قويه، نريد حكومه مدعومه من البرلمان. شنو نريد حكومه مدعومه من البرلمان؟ زين اسمع هسه بغض النظر عن الاسم، لان هاي مهمه والتوجه. اسمع هاي مهمه، شنو رايك اذا باكر السيد الصدر فاجأ الاطار وجاب لهم اسم هذا الاسم، نعم، واسم مدعوم واسم من جهه جزئيه اللي سببت بلقاء الغد، وقال نقطة رأس السطر إذا بي مواصفات جيدة ما عندنا مشكلة. إيه؟ بالتالي أي اسم ينطرح تنطبق عليه المواصفات الذي يضعها الإطار مع التيار الصدري راح نذهب باتجاهه، وإحنا راح ندعمها بالبرلمان. أي اسم ينطرح بغض النظر، هسه إحنا ما نقول من يا جهة ينتمي ومن اللي يجيبه، ينطرح بالإطار كشخصية، وهذا اللي نعتقد به بأن سوف يقدر يدير الوضع السياسي ويدير الوضع الأمني ويدير الوضع الاقتصادي ويحل هذه المشاكل اللي بيها الآن. إحنا نذهب باتجاهه، إحنا ما عندنا خطوط حمر مع أي شخص محدد بعينه، ما عندنا خط حمر وفلان وفلان، لا ما عندنا هيجي. عندنا مواصفات رئيس الوزراء توضع ونمضي بغض النظر حتى وإن كان مثل رئيس رؤساء الوزراء الحالي والسابق مستقلين او ما منتمين. اذا كان مستقل وقوي ويتفق عليه الاطار التنسيقي بالبيت الشيعي بشكل عام نذهب اتجاه محلول المعضله. رئيس وزراء ما يحقق اهداف الثوره لن يمر. يا ثوره، اهداف مدينه الصدر قصدك؟ الثوره الانتفاضه ما سامح قصه الثوره؟ لا تظاهرات بزمن الباشا بالانبار ظهروا عليه يريدون يسقطون المتصرف. دز عليهم طاهم فلوس هذا يعني حصص وزارات خلينا نقول وطلعوا للمتظاهرين حققنا اهداف الثوره هم الدول الزعماء. فرئيس وزراء لن يمر رئيس وزراء، واقولها وانا مسؤول عنها امام الشعب العراقي، لو كان هناك رئيس وزراء فيهم مواصفات لبنينا العراق، ولو كنا مثل الدول التي الان ننتقدها، كلام للشعب هذا مو الواحد، وللنواب وللوزراء وللمسؤولين. بعد باكر الجماعه قاعدين شنو؟ رئيس وزراء يناسب شنو؟ يناسب ظروفهم؟ يشكلون حكومة يفكرون في إطارها، وكل واحد شوف هلا أقول لك يا خلنا نحشيها بطق، هي وجوه متوالفة وقلوب متخالفة باشر، أنا مسؤول عن كلامي هذا. لكن كل واحد بباله شيء، سيد مقتدى في باله شيء أشياء والإطار بشكل عام أيضا في باله وفي جعبته أشياء، لذلك هذه الأشياء ليس دائما تتفق، وقد يعني
وحتى الموافقة الشفهية قد لا تكون موافقة قلبية. لا لا، لقاء بهذا المستوى بعد هذه الأزمة الكبيرة في ظل الظروف اللي مرها البلد، يعني هو هذا هو اللقاء؟ هذا هو اللقاء مر على العملية السياسية في العراق؟ لا مو شوف، لا لا، اثناء تصويرك لي نوعا ما انطيت يعني اوحيت بالسطحية، سطحية لقاء باكر. آه. لا لا ها؟ لا اللقاء مو مهم باكر، كل يطرح اللي يجعسه. ابدا مو سطحية. الأشياء اللي يحملها كل طرف من الأطراف هي كبيرة جدا ومحورية مهمة جدا، وهاي الأفكار راح تتصادم باكر بالطروحات بكرة إذا صار اللقاء، راح تتصارع فيما بينت هاي الأفكار لكل متصورات الصدام كان السابق خلال 50 يوم. لا لا أقصد، لا أقصد تصادم بمعنى التصادم، لا الأفكار يعني يكون عليها نقاش وحوار، وبالتالي كل من الطرف من الأطراف عنده أهداف معينة لا يحيد عنها بسهولة، وإن حادث هي وإن تنازل عن شيء تنازل أيضا يكون مشروط لصالحه. يوم غدا اللقاء لن يكون النهائي ولن يكون الأخير، وحتى لا أتفق مع الدكتور في هذا الجانب أنه قد يكون لا لا لن يكون الأخير، ولكن من يقول أن السيد مقتدى الصدر نعم زار غدا سيزور غدا، ولكنه قد حقق نتائج ائتلافية مع أغلبية سنية أغلبية كردية، وهو وضعها تحت جعبتي وجاء لكي يرسل للناس رسالة وجاء لكي يحصل على بعض التأييد من داخل الإطار التنسيقي، لا أستبعد ذلك، وقد أقول أن أقرب شخص للتيار الصدر هو السيد هادي العامري المعروف بحكمته في هذا الجوانب، وشخص دائما يعني جفف الأزمات، وهذا معروف راح يسبب مشكلة. لا أنا على زعامة الإطار ومن يمثل الإطار، وهاي أيضا نقاش على الزعامة، الزعام نقاش على الزعامة، قريبين المصدرين تبدون تستغلون هاي النقطة. لا والله مراقبين، احنا مع كل مواطن مع كل مسؤول مع كل رئيس وزراء يخدم العراق ايا كان. الختام يمك دكتور صادق، واقول انطيك مجال انطيك مجال، بس خل اذا مو الختام، اريد تصوراتك لما خلينا نقول سيناريو ال 20 يوم القادمه اللي هي توقعاتنا لمصادقه المحكمه الاتحاديه خلال 5 ايام ولا 15 يوم المده الدستوريه، يعني محتمل انه الجلسه الاولى لمجلس النواب تنعقد يوم 20 21 22. انا اقول استاذ احمد للاطار التنسيقي انهم في لقاء الغد لا يخسروا السيد الصدر. السيد الصدر الان ما زال محافظ على وحده البيت الشيعي، واذا استمر تعنت الاطراف في الاطار التنسيقي سيخسرون قرار المحكمه الاتحاديه، لن يكون في صالحهم، هذا شيء اكيد. سيخسرون البيت الشيعي لان السيد الصدر سوف يذهب الى المكونات الاخرى وقد يشكل حكومه بمعزل عن الاطار التنسيقي. اصلا ظل نعيد ونسق يا دكتور، كان راح، لا كان راح والله لو يقدر كان راح. لا سوف يوم غد سوف يكون، وهذا انا متاكد منه، سوف يكون اللقاء الاخير بين السيد الصدر والاطار التنسيقي لاستكشاف نواياهم النهائيه. خلص بعد ماكو انه بعد مناوره وانتظار قرار محكمه، لا الان السيد الصدر يريد ان يشكل حكومه، وغدا هو شخصيا يريد ان يعرف ما هي نوايا الاطراف الاخرى، هل هم جادين في وحده البيت الشيعي ام واضح انهم قد يفرطون به. واضح اذا جيت اسقاط حجه عليكم يابا، انتبه لي وحمد شان عندك تعليق، اسقاط حجه، تعال عمي انا رايح بشكل حكومه وهاي شروطي. طبعا هذا الكلام يعني لحد الان ما طلع احد من اعضاء التيار الصدري وقال هذا الكلام، هاي تحليلات. اضافه الى هذا غدا سيكون اللقاء مهم متفقين عليه، اضافه الى هذا وحده البيت الشيعي سيطرح السيد الصدر ما عنده وسيطرح الاطار ما عنده وستوضع مواصفات لرئيس الوزراء القادم. شنو المواصفات؟ اضافه الى هذا ستشكل لجان بين الاطار وبين الاخوه الصدريين لاكمال العملية، يعني مو يومية جاء سيد مقتدى للإطار أو الإطار قادة الإطار رحين من سيد مقتدى، لكن ستشكل لجان لكي تمضي بعملية لكي تمضي الإطار. وشكل حكومة وتختار وتتفق مع المكونات الأخرى بالعكس وتبقى الكهرباء ماكو وتبقى الخدمات متعطلة وتبقى الكهرباء شمعية ويجي رئيس وزراء توافقي وتكون آخر حكومة من الذين جاءوا بعد 2003 مع الاحتلال. خلي أختم الحلقة بهجل، إيش تتوقع إيش؟ ها شنو تتوقع غير شيء؟ شنو بتأمل غير شيء يعني؟ يعني دكتور دكتور غالب الدعمي شكرا جزيلا لك سيد بهاء النور، شكرا جزيلا لك دكتور صادق ركابي، شكرا جزيلا لكم، شكرا لكم ونشوفكم الأحد إن شاء الله.